خلاص ايوه واخيرا واخيرا رديت السجاير. شبابك مخطط يدلك خيك ها؟ يلا بلك حياتي والله بلك حياتي. طيب يا اخي خلاص يا باشا توكي عاد يرد مراتك معزز مكرم، لما ترد وانت فايز مش كيف لما ترد وانت خاسر. طيب رد يا رجل عاد روح، شو رد لي خلاص؟ خلاص ما تقول ليش نبي نتزوج مره اخرى معناها؟ لا خلاص شنو زواج خلاص يا سيدي بكر ليش زواج كرهوني يا ضمه بالجيزه يا رجل هكي خلاص فكي منها بكر. لا 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 نصحك انك تتزوج مره اخرى وتبدا حياتك من جديد وتعيش الجو خلاص يا رجل فوت الموضوع يا رجل بعد المساء اللي قعدت فيها انا هذه كلها تبي تزوج خلاص يا منها يا رجل شعب توبه ما حدش بده يتزوج كانك كرهوني يا ضمه بالجيزه يمكن بتريح هناك رد شكتي ما حدش بشيء والله عندي واحد صاحب بنت اختر يا رب فكني الموضوع عزيزي يا راجل ايوه انت شايف شكت انا مش الناس عاملها فكني من الموضوع عزيزي والله ناس مقنطين على ربك يلا يا راجل ريحني الله يحفظك ما بيش كل مره روحه خليني متريحك ايوه انا نبي مصلحتك نيه لا قوه الا بالله ادب اخلاق علم كل شيء يا راجل تبي تطيح في نساء تخلص وهي وسياره اسمه فيه ونجيب لا لا عندهمش لا نجيب لا سويره والله ناس طيبين ممكن تحسن والله اسمعني والله اسمعني الله والله تريحني متريح انا كيف متريح خلاص والله يلا هيك متريح يا ناجي تزوز يا ناجي خلي يلا فكني منهم مش هي كويسه يا ناجي مش والله مش زوزي احسن من طيف مكرونه في عائلتهم شو اسمعني حبيبتي لسه في وقت اضافي ما تخافيش وقت اضافي ايه بس يا ماما بقولك بقى الشقه وقعدنا في الشارع وتقولي لي وقت اضافي انا نبي نعرف هو الورقه اللي ضبط في يدك ازاي اللي كتبها بخط يده اليوم اللي اتغدينا عندكم شكلكم خدتها من بوفيه المربوحه يا ماما افتكرت وانا نقول كان جاي تمسح علي وتنطر زي كره الجلد شفتي يا ماما هيك نجي ضحك علينا لا ضحك على روحه ولسه في امل ما تخافيش امل ايه بس يا ماما بقولك يبي يطلقني وتقولي لي في امل ما تخافيش يا حبيبتي الدنيا دي زي الكوره فيها ذهاب وفيها اياب وبعدين السفاره عندينا مكرونه خلاص قال لك الزواج سعاده تاني سعاده والزواج سمع تو كده فريدم حريه فريدم دوخوني هبروني قال لك حسابات وزيزه سكر الحمد لله سكر دلي الله الله يا الحريه سمح الحريه والله يلا والله يلا مكرونه مرن عليهم اوريهم كيف الشمته اوريهم ايش يعرفوا مالو ناشي انا يدلوني على مكرونه يدلوني اوريهم اقسم بالله ما نعقل فيهم شهد والله يلا حطيتهم ايوه شنو ابني مش ابنك انا مش ابنك كيف اسمع يا عمتي اسمعي اسمعيني بس كيف كده بتروح تدربين يا ابني ما ابني ما نعرفكش انا اسمع بنتكم عندكم ايوه ودام عندكم وتشيك كل شيء كان عندكم خلاص ها خلاص لا 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 ما ها نجي والله تذكر فيها نجي انسيها ام حي اسمي بكر ام حي خلاص ما عادش نبيك انا ها تشاو سوني حريه فريدم يدلونا يا سبا مكرونه والله نمكرنها تمكريني ما تمكرنات من قبل بكر مكرونة الله خالك يلم بالخبزة عدي يلم شجعتك وعدي دويلة امشي يا رجل سكن لنا في الطريق كلها نجيب عدي دويلة قول شو فيه بيه نجيب شنو اللي في عقله شو اللي في عقله يبيك وترك بنته واضحة روح خليك فضلها رو يضحك عليك رو انا عندي احساس انه في ملعوب خليك فضلنا ايوه لا لا فضلنا والله فضلنا انا فضلنا تفطينات ما فضلناش حد من قبلك ان شاء الله عليك فضلنا ان شاء الله انت بالعجل هو قال لي ان شاء الله يومين ان شاء الله عرفت جيب جماعتك وتعال غد تعدوا معي شو تعدوا معي تي اي نعدوا معك يا علي جايبينك لخالك شيل معك خالك سعيد كانك انت والله صح
خلي سعيده ما اسمع اسمع كيش نقول خلك سعيد هذا حطه في التشكيله بتاعك راجل دواي يشعر بانه لوك لوك مزبوط صح عدي عدي يا رجل عدي غير عدي دويله بس عدي يا رجل عدي خربانه خير 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 يا خالد شو حالك خالد شو اخبارك خالد تمام انت الخير جلا في جيوبك خالد شو شكلك طالع مني انت والله زمان صار والله ايوه 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 سامحني خالد والله صحك ربي حول يا رجل والله حول يا رجل خطاني يا رجل والله سامحني حول حول والله حرميك سيد الله حول يا رجل يا رجل اعوذ بالله من الحول حول خطاك فضي جيتني ها خالي حول حول يا رجل خبزه يا رجل حول يا رجل حول سامحني عليك جوزك هو يا خالد والله عارف روحك عليك جديد عليك والله يلا انا بروح عشان دي ايام ما ادري شيء خالي حقي ما حقي ايوه لا ما مش انا مش انا يا خالي هذه هني خالي من قبل من قبل هذه لكن والله تو انا قاصر يا خالي جاي حرام عليك وسيد مرحوم انا وسيد مرحوم يا خالي حرام عليك خالي والله انت خالي وحيد خالي وحيد يا رجل كانك شو تريد؟ نبيك خالي ان شاء الله تلقى السوبر ستار ستار؟ ستار السيارة ولا فين لا ستار الميعادي نجم الميعادي خالي والله في ميعادي خالي باي كان كلمني نجيب نجيب عرفت نجيب 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 نسيبي نجيب نجيب نسيبي وش دوت الميعاد هذا؟ الميعاد بيك انت مش قال لي قال لي قال لي جيب عقالك بعد ما يجيش حد عاقل انت يا خالي والله يلا استحقيت لا خالك ها؟ الوسع خالي خطاني فضيق جيني خالي حول يا رجل يا رجل حول يا رجل والله يا رجل اترق ها كانك لا شنو انا ترقاقت عزمي وانا بعد كنت اتحمل بك جيب لي طاري المحوم مرحوم ها يا رجل والله يا رجل والله يا رجل والله يا رجل كبد لك لما قالك يا ولد يا ولد يا خالي صبر معايا خالي صبر معايا خالي خالي يا رجل انت 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 ما شاء الله عليك عندك كاريزما غير فهمت قلت تحكي والله يا خالي مش اقول لك اللي ضرب شي صادق يا خالي ايوه ضرب شي صادق ايوه وعرم جالك محل اسكت يا رجل عرفك الكلام هذا يا نويجي افرط واحد كان لك تبيني نرضى عليك نعم. وصبي لك في الميعاد ونعدي قدام الناس أيوة. ونقعد العاقلة وطي وجهك شوف الخبزة نعم حفتها سوري كسرها والله ندينا ندينا والله وبعدها يا باتي نعم. شويات اللي وراك حفيله هذا نبيك تفرخهم وتعبيهم وتفرخهم وتكسرهم ودير العنم واحد حاضر علي ما شقيت الشواهي ونجيك حكفيك من غادي انا حرب نواجي 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 الله يبارك فيك خير كبر مقدارك الله يكبر مقدارك كسر كسر ها 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 كسر ها ها يا خالي كسرت ها كبر يا رجل كبر تكبير تكبير الله اكبر الله اكبر فجردنا افرض يا سيدي انا الولي هذا ترد ولا لا يا رجل لا لا ما بيشرد لا رد لا يا خالي وباي كان هو نسيبك نجيب قالك رد ايش تدير قول عاد روح ما بيشرد يا خالي لا ما بيشرد يا خالي كانك انت يعني نويت على الطلاق ايوه اطرباك هذا تتفركشوا ان شاء الله يا خالي والله تتخرب ايوه شعور الخراب باش ايش تدير ولا ايش تدير خالي طمني والله خالي والله طمني والله ايش تدير عياباتي من جهتك ايوه عيني بعينه. تمام. بس اسمعني انا. كويس. ايوه. نحن خلاص. ايوه. العايش والملح بيناتنا عايش لبوك. ايوه. الدنيا عندك ام الاولاد عندنا. ايوه. عندنا علم الله رضا طريقه. حرام يا سيدي. نحن عايش لبوك وخطاونا. حتى في حالك. ولا لا يا سيدي. الله يلا عابي عليك. وبس انا نبي نفهم حاجه واحده كيف نرد للحوش وهو باع الشقه سمسم يا حبيبتي مش هو لعب لعبته
وضحك علينا في الشقة. اه حنلعب له لعبة نفس اللعبة احنا بقى، وحنبرمه بطريقتنا احنا طبعا. يا ماما فهميني فهميني، انا نبي نفهم فهميني كيف. يا بنتي انت صبوري بس وافهمي كلامي، مفهوم؟ مفهوم. لا المفهوم ما جيش مع الرزرة. شوفوا يا جماعة، نا نبي نحط خطة اللعب. ايوه خلاص سعيد كابتن فاروق. تفهم تفهم والله خاسيد ولي الدين والله يا اقسم بالله. وانا اللي نبغي تمام ولا لا؟ صح. شوف يا الوجه، كان عجبني الميعاد اهو الله يمن بارك سعد مشوا معاهم، وكانوا عجبني الميعاد بس انا غمضنا ونقول لك الوجهي ادوي وانا تخرب الميعاد. عليك خطه خطاطه كلمتها سيدي قلنا بنقول والله ما شاء الله عليك والله سلم. نقول لك 100 100 100 100 صحيح فيها اشعر بانه قوي بكل. خلاص طبعا عنده باكر نحن عرفته، وكان في اي حاجه ندعمك. لا 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 تحدي يتقعد. كيف صار؟ اسمعني انا انت يا جماعه خليك قاعد هان واسرح بيش مع الشواهي، وكان كنت من يرزوقه الخبزه عادي كسر لي ايش الخبزه امور تمامه، وانت الوجه يا حلو يا خزين قديم. علي 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 سبحان الله خالي والله سبحان الله تستاهل وجهي كرم قديمك. ايوه يا سيدي وبعدها يا باتي يا بنبات مرحبا بالحسين واللي معاه مرحبتين. ارحبك يا سيدي يسلمك مرحبا بيك سلم مقدارك. افطن يا خالي افطننا والله تيمون بومبا ضمر خطيري والله يلا يلعبوا بيني يبطون. اسكت يا رجل حشم بيني قدام الحرب يا رجل اسكت اسمع فيك يا رجل اقول يا رجل حط فيه بواقب بايخة يا رجل شو كلامك يا رجل. انعم يا سيدي تفضل. في الحقيقة يا حس سعيد. ايوه الحاج نجيب كلمني. ايوه هذا موضوع بنته. وطبعا بصراحة قلت التفاهم والعقل احسن شيء في حل هالمشاكل. عليم الله ما قال السرق اللي صادقه ريت ريت الكلام العرب الباهي قال لك العقل والكلام الكويس هو اهم حاجه. انعم يا سيدي انعم بيه. بالحقيقه انا طلبت ناجي للميعاد. يا رجل تو 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 انا مدادك تو انا مدادك تو انا مد او جبت لك خالي وتفاهم مع خالي شو مدادك انا رزق خالي مدادك خالي مدادك اسكت يا رجل رزق هو يا سيدي واش لازم طلباتك اللي تريدها نايش اللي تريد الطلبات هذه تفضل. نعم اللي صار صار. ايوه وناجي يرد زوجته صحيح ويعيشوا في حوايجهم بحريه. صحيح ربنا يعيش بحريه حدايا يبي يرد الوليه تحشم بهي. اسكت يا رب اسكت يا رجل اسكت يا رب يا رجل علم الله كلامك سمح يعيشوا حريه وبعضهم يتفاهموا. ويا سيدي طلباتك اسمها يا حاج نجيب ريت. نعم طلباتنا راحت البنت بس. صح صح راحت البنت بس هذا صحيح عليم الله هذا صحيح بس في حاجة أخرى لا تقولون جبونا كردان ولا نبيدة ولا فكونا مطروح الشروط هكي والله هكي. أيوه ريت يا حاج سعيد احنا لا نبو كردان ولا نبو نبيلة احنا شارين راجل نبو راحة البنت بس. ريت ريت العرب شارين راجل يا رجل شارينك العرب شارينك يا رجل كيف انا عارضين البيع عارضين البيع انا البيع يا رجل البيع تحشر بينا يا رجل ما شاء الله اعطوا فيه صوم كويس بس يا رجل اسكت يا رجل اسمعني يا رجل يا رجل حتى تنسى اقول المكرونه طيب لي مكرونه 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 ايوه مكرونه جوع فينا يا رجل اسكت وبعدين يا سيدي اذهب اللي في حوشك ترد به الولية الحوشة بنخي ويجي وانت فطن رد بالك حاجة تلقى السكي ولا هيك بعدين عد خليك راجل ملحلح وكيف بنخ خالك يا رجل باهي باهي ولا لا رجع حس سعيد. نعم والله ما تلقى إلا خير منك الذهب ذهبها هي حرة فيه تعطي الراجلها يسروا شقة يسروا سيارة يسر إن شاء الله يصرفوه على البحر على الشاليهات هو هذا حقها وهي حرة فيه ريت يا حاج نجيب الذهب يرد مع البنت يرد؟ ايوه ريت ريت الكلام السمح الله منك يا الحرب يا راجل شارينك ويقول لك الذهب وافطر روحك وهي يا راجل روح بهلك يا راجل صب صب روح 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 خلاص خلاص روح بالوليه يا راجل امورك تمام مخلوص مخلوص والمكرونه اللي تريدها نديرها لك يا راجل يا راجل
بيد الله وجهك. بارك الله فيك يا سيدي، وان شاء الله يا سيدي ما هناك سو ايدك يا سيدي. ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي، شيء على بركه ان شاء الله يا سويدي. ايوه يا سيدي، سلمك يا باشا. حتى باي ما فيش حل مكلوه.